شقاش تاني يلا يلا مع السلامة. كفارة يا اخوي، كفارة يا حبيبي. يا مدام بركة بركة انك بخير. اسكت يا ابو الدحم، الراجل بتاع الفرن طلع قليل الاصل، ما صرفش علينا ولا ميلم، لا انا ولا مراتك. ما انا ما كنت بتجيني السجن ما تقولش كده ليه؟ ما انا ما كنتش عايز اعكر دمك يا اخويا، كفايه الشده اللي انت فيها، ولا يهمك، المهم انك خرجت لنا بالسلامه. ايه يا جمالات؟ ايه يا جمالات؟ ايه لازم يعرف كل حاجه؟ ايه يا جمالات؟ انت عارف بالي خايبه كده على طول. انت غميت الراجل اول ما خرج ابو الدحم. مين هيعرف يتسرق؟ ابو الدحم يا جدع تهجم عليا انا. اروح اه عملت جدع. قالوا الراجل ده لو سجن هيتقفل منك ايه؟ شيل قضيه الطنول وخدك قرشين، برضه رفضت تاخد قرشين يا حاج سيد. وانت بنفسك قلت لي هتفرق ايه؟ افرق السجن عن وقفه الفرن. الراجل ده هزوم بيتك وابنك ومراتك. صارم يا حاج سيد، صارم يا حاج سيد. هزوم قطع مراتك، قطع مراتك. انت يا متعب يا متعب حرام ومخليني بتقول خالتي زيان ما جاتش النهارده ليه للجماعه بتوع الابراهيميه؟ الغسيل متلتل وصل للسقف. لولو مزينة ما بتشتغلش غساله. نمشي. سبحان الله سبحان الله يا ابو الدهب. شوف اول ما بصيت في وش الولا وشاكره ازاي. ليه ايه ايه يا ولا يا ولا ايه يا ولا؟ ابوك لسه خارج يا ولا؟ احنا ناقصين معلش، اصل هو على طول ما بيبطلش. انت انا هقول لك حاجه بقى، انت تخرج ايه من الصبح بدري تلف على المخابز ده؟ انت الف مخبز ومخبز ياخدوك يعني. عيد بقى. هات هي اللي جاب لك كرشة النفس. لا وحياة النبي ما انت شاربها. ايه ده؟ عزبتك مالها يا زينب؟ تقولش كده يا ابو الدهب، كل اللي يجيبه ربنا كويس. فضلت دخلتك عليا بالدنيا وما فيها. حياة النبي انا اول ما شفتك دخل عليا كده صدري ده بقى طالع نازل والله. وحشتيني يا زينب. ان شاء الله يخليك لي. وحشتيني يا النبي. بص طالع نازل مش قادر اخد نفسي والله. ما يخليك لي يا اخوي. وحشتيني يا زينب. ايه في ايه؟ جنبي. فين زينب؟ جنبي 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 بيعين عليا. لكن الدكتور؟ لا دكتور يا اخويا، بلا دكتور بلا بتاع. هيروح يروح ان شاء الله يخليك لي يا اخويا. ساعة الواحد يبقى معدته كده فم المعده يبقى والله يا ابو الدهب كده يعني اشرب الحاجه تمسك. رجلي لا رجلي، ده انت لوي رجلي. استنى خلاص. قوم اعملي شاي يا زينب. ها؟ اعملي شاي. اعمل شاي دلوقتي. بس حاسب ريت. ايوه انا هعمل الشاي. هتعمل ايه؟
برافو عليك يا ابو التهم، العيش طالع من ايديك زي القطايف. عشان انت عامل حساب ربنا وبتدي العجينه حقها، ربنا يغنيك ويغنينا من الحلال. امين يا رب. سلامتك يا ابو التهم. في ايه يا ابني؟ لا معلش هو دور كده يا حاج، دور. لا الف سلامه. ازيك يا حاج؟ اهلا سعاده البيت. الشغل عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ هو انت تاني؟ في ايه يا حضره المفتش؟ انت ازاي يا حاج شغل واحد مشاغب زي ده؟ وعليه قضيه تموين قبل كده، الواد ده ما شافش وشه تاني، مفهوم؟ خلاص اقلع يا ياض واتكل على الله. يا حاج انا شفت قضيه تموين على الله. يا ياض اقلع واتكل على الله. والله العظيم بريء فيها يا حاج. مع السلامه. والله ده انا شايلها. انا عايز اتحدى الحكومه ولا اقدر على الحكومه. يلا. دول يا ابني بيتصلبطوا. تعالى بقى وريني انت بقى اللي ده. تعالى يا حاج. بلد رخص يا حلاوه يا حلوله، خليها في الكتكتك تمله. بلد رخص يا حلاوه يا حلوله، خليها في الكتكتك تمله. شيال برخص، عدل برخص، فران برخص، عمار برخص، شالوا الشهاده وحطوا رخص في الكتكتك تمله. بلد رخص يا حلاوه يا حلوله، خليها في الكتكتك تمله. كتمله كتمله، قيام بلوس بلوس قيام، المري قال حطوا الاختام ورخص بفلوس وفلوس برخص. خشبت مين؟ خشبت حبشي. حبشي مين؟ صاحب الخشبه. حبشي قال يا 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 غلبانين يا كحيانين. حبشي قال يا 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 غلبانين يا كحيانين. احلف بيه ما انتوش واكلين، جه لابسكك ملهاش تمن ولا شرف، يلا هاتوا لهم عسكري يضخهم بالكتكت مولة. روق كده يا ابو الدهب واشرب الشاي، دي مش حالتك انت وبس، دي حالة ناس كتير، البطالة مالية البلد. اشرب الشاي وحسابه عندي يا جدعانة. طب انا اعمل ايه؟ صدرك فيه لبن ولا مفيهوش لبن؟ اعمل ايه؟ ايوه جاي. كل شيء بقى برخصه، قولوا له يرضى بالرخصه. يلا تعالى يا زينة تعالى. وادي حمو. ايوه معلمي. مين ده يا واد؟ ده واد جدع قوي يا معلم هريدي، وغلبان ضربه السلك على الاخر، واسمه ابو الدهب، خالي شغل يا ولداه بعد ما طلع من السجن. وايه اللي دخله السجن؟ محبه جدعانه للمعلم بتاع الفرن اللي كان بيشتغل معاه، واخرتها خد بالسليايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ده باين عليه واد مكسور، الناس هتاكل بعضيها. روح هات لي حجر للشيشه. من عينيا. تبرعت بدمك قبل كده؟ تتبرع بيه ليه؟ الناس اللي بعضيها بيه، انا قلت يمكن حد محتاج دم ولا حاجه، وانا عندي شويه دم زياده كده من كتر الغزف، قلت يعني. ايوه بس انت شكلك هفتان قوي. ما تاخدش على شكلي بيه، انا شكلي كده صحيح، بس عندي دم يعني ودم حامي. طب احنا دلوقتي بنركز على فصيله دم، وانت فصيلتك ايه بيه؟ ودي مش مطلوبه قوي. هتنطلب بيه. احنا الموسم ده موسم حوادث وهتفرج باذن الله، وبعدين الفصيله بتاعتي هي فصيله الاغلبيه، يعني الناس كلها يعني. لا بس حتى فيه الله يخليك، مراتي وابني مش لاقيين ياكلوا. طب تعال. مالك مالك يا ابو الدهب، شكلك متضايق ليه؟ ابدا الحكايه مقفله معايا شويه يا جمالات، بعدين زينب والواد. ايه كان على عيني يا اخويا، بس انت عارف الراجل زيهم جوز الله يخرب بيته، مشطب عليا اول باول، منه لله. هلاقيها منين ولا منين؟ منك ولا من زينهم؟ خلاص 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 يا جوالات، انا مش عايزه زينهم يعيرني بيك، الهتمتين اللي بنزل ابيعهم برجع بيهم تاني. طب اعمل ايه؟ رايح فين؟ اه
اقعد اشرب الشاي. يقطعني، انت زعلت مني؟ قامت تعج الوحشه دي، قامت تقرف. مرحبا منظر اجدع من عشره زيك. استاذنك. مع السلامه يا ولد. زي اختك وراها على فين؟ معلش يا دوب بقى. ولا قرفت من شكلها اللي يقرف؟ عيب يا راجل، الله يكون في عوني. روح انت يا ابو الدهب. بالك لو جوزتها يومين. روح انت، سيبك منها، ده راجل مجنون. هتمتحن. سلم على زينب والوالة. هعدي عليكم. مع السلامه يا ابو الدهب. اهلا يا وحشات. جتك ستين نيله في ملفظك الوسخه. ابني. ابني يا اخويا. باللي اداهولي كفوف. ما تقوليش حاجه، والعلبتين اللي بعتهم خدت فلوسهم، عايز ايه تاني؟ يا شيخ لا، روحي جتك نيله. جتك ستين نيله. الدارة دي فلوس. شريخ مريخ يضرب الارض يطلع بطيخ. عليا اللي مستحمل قرفك، اللي ما جيت في يوم لقيتك عامله لي ذكر بط جوز الحمام حلوين. على ايه يا خاطره؟ على شويه ملوخيه، شويه باميه، شو 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 شو. شوف الراجل يخيبك وانت بتنام جنبي زي خالتي، مالكش عازه، جاتك القرف. الشاي يا معلمين. مرحبا ابو الدهب، انت فين يا جدع انت؟ بقالك تلات ايام ما ظهرتش، ده انا قلبت عليك الدنيا ومش عارف بيتك. خير؟ خير وكل خير، دي فرجه بالقوي. المعلم هريدي تاجر البني بالجمله شافك قاعد عندي، سال عليك، ولما عرف ظروفك وافق انه يشغلك عنده حل. بجد؟ بجد؟ ده بجدين. يلا بينا نروح له. قوم معايا. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قول لي يا ابو الدهب يا اخويا. ايوه يا سليم. انت بتعرف تسوق؟ انا كنت بسوق في الجيش بس معيش رخصة. نعمل لك رخصة عشان تبقى تودي البن للزباين ان شاء الله وتكسب عيش بعرق جبينك. ربنا يسر معاك يا معلم. انا حاسس انك هتنفعني قوي. وانا تحت امرك. نبي ابن حلال قوي عم هريدي ده يا ابو الدهب. قوي قوي يا زينب. بيحبني ومؤمن لي. صدقي اداني 10,000 جنيه اوصلهم للمستورد البن. شوف يؤمن لي قد ايه. طبعا هو هيلاقي امن منك فين؟ نبي مش انا قلت لك انها هتفرج يا ابو الدهب؟ يا النبي قلبي ده عمال يرف كده يا ابو الدهب. يلا استنى عشان ريم. ايوه رجلي. لا ما هي، لا هي رجلي. عارف انت لو انت لا رجلك رجلك. معلش ضغط ضغط وصدعت بس دماغي. انا هو معمل شاي يا زينب. ايه؟ هو معمل شاي. ليه؟ ابو الدهب. نعم. خد الصندوق ده وديه لاسعد بتاع ابو قير وهات منه 12,000 جنيه. حاضر يا معلم. وبعد ما تخلص معاه اشتري فخده ضاني وخمسة كيلو تفاح واديهم على الست صفية. امرك سريع. شاي.
طب بدور على مين اصلا؟ بدور على المعلم جابر صاحب المحل. انت ما عندكش نظر؟ مش شايف ان في كبسه؟ احنا مسكينه بمخدرات. ايه مخدرات؟ ده كلب صحيح. ماله البن؟ انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. ما اعرفكش. ما اعرفنيش. انا مش من البلد دي خالص. اتكل على الله. ربنا يسترها في الطريق. كلمتين اللي على الانفراد دول مش ممكن يستنوا للصبح؟ سيبينا لوحدينا شوية يا صفية. في ايه يا ابو الدهب؟ ما تروح لهدفك دغري يا ده. انا بموت نفسي في خدمتك. وانا بديك اجرته. انا مش عارف سبب سؤالك ده ايه. ما تفرش ورقك على الترابيزة يا من غير لا شمال ولا يمين. حضرتك بتاجر في المخدرات وانا اللي بشيلها. وايه هو احنا بنسرق؟ لا ما بتسرقش. بس بتودي حبل مشنقه. وانت عرفت؟ ايوه عرفت. وايه رايك؟ وانت رايك؟ وقف صوتك. اقول لك ايه؟ شيل ده من ده يرتاح ده عندك. وشغل اللي فات هطلع من الولوشي؟ ندفع الفرق. خد دول حلوين. انا راجل دغري وتجيب لي بضاعتك. طبعا مش ممكن اقبل اشتغل في المخدرات. زمان قال وما يعيبش الراجل اللي اجيبه. وانا بقول ما يذلش الراجل ويحط مناخيره في الارض اللي عدم قرشه. وانت انزليت بما فيه الكفايه وانا فتحت لك الباب انت قفلته. خلاص متشكرين. باي باي. جود باي. مع السلامة يا حبيبي. وسك الباب وراك. يعني اموت من الجوع اهون ان انا اشتغل في المخدرات. ما تقطعش الجوابات. ابني ومراتي ماتوا من الجوع اهون عليا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا ابو الدهب؟ كان غيرك اشطر. روح بيتك كل يوم ومعاك قرطاس فاكهه وكل السخن ونام على السرير والبس هدمه نظيفه حلوه انت واللي انيهم. ولما ربنا يكرمك ويبقى معاك قرشين ابقى خبط على ضميرك يصحى وامسح اللي فات. ولا ايه؟ وتعب نفسك ليه؟ خطوة عزيزة يا ابو الذهب. يا احمد
وانت كمان وحشني قوي يا اخويا. ايه ده كله؟ دول 500 جنيه. يا لهوي ياخد عدوينك. قالوا لي قشيتك بقت معدن بس ما كنتش اعرف انها بقت الماس. الراجل مطلع روحي. سيبك منه انا لعبت سدادة. يخليك ليا. مش اخويا لحمي ودمي، مش حيلا جوزي المعفن. مع السلامة. مع السلامة يا اخويا. يجعل في حلقك سكرة وفي عينك جوهرة. مع ألف سلامة. الله. انت بتحب ابنك يا ابو الدهب؟ بحب ابني ده، انا بعبده بعد ربنا. بنت بتحبني انا وبتخاف عليا؟ بعبده يا زينب، ولا لي حد في الدنيا غيركم؟ انت بتشتغل ايه يا ابو الدهب؟ انت عارف ايه بشتغل؟ ايه في البن؟ في البن ولا في الحشيش؟ مفيش حاجه بتستخبى يا ابو الدهب. زينب انت شلت هم كبير من على قلبي. هم؟ هم ايه؟ كان لازم اتكلم مع حد من لحم ودمي اقول له على اللي في قلبه وفضفض له. واحنا مش صعبانين عليك؟ اما انت مش صعبان عليك نفسك ولا تروح في شربة ميه واحنا نضيع من وراك؟ طهور اللقمه اللي تيجي من الحرام يا ابو الدهب. اعمل ايه يا زينب؟ اعمل ايه؟ في ناس ما بتلاقيش لقمتها في الوحل، عاملين زي الصراصير لقمتها في البكابور، وانا مرحول مقصوم من الصين. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا هاكل يا نموت. تعالى يا حادي، حد بيصلي وجامع مقفول. جالنا ملاياس يا سعاده البيت. طب قدام يا اخويا. حرك يا الله. كابتن الحكومه. روح 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 اسكت مكانك. منك لو ما تشيل مكان كويس. مش عارف في ايه. انا اللي بشتغل مع هريدي. كلنا بنشتغل مع هريدي. وبتشتغلوا في ايه بقى؟ بشتغل في بن. هو حضرتك بتقبض على النهارده على اللي بيشتغل في بن؟ لا ابو نبض، على اللي بيتاجر في المخدرات. وحياه امك. استغفر الله العظيم يا سعاده البيه، مخدرات ايه بس؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. احنا جايبينك هنا عشان التفتيش يبقى قانوني وكل حاجه هتبان دلوقتي، الا اذا قلت ان المكان ده مش بتاعك. لا المكان بتاع سهري دي 100% وساق سليم. سيادتك تشوف، فتش وشوف يا فندم. كده اهو. تمام يا فندم، مليناش حاجة. فتشت المكان كويس؟ ايوه يا فندم، كله بن. لا حول الله يا رب، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة يا فندم. أصل سهريدي كسيب وعلى رأي المثل معدوك اللي ابن كارك يا سعادة الباشا. من ساعة ما هبطوا على جابر وهو ما بطلش كلام علينا، وانتوا هكتوا علينا كمان. منك لله يا جابر. تعال وراي. سلام يا باشا. أهوة يا باشا. سلام يا سعادة الباشا. سلام يا باشا. أهوة يا باشا. أهوة والنبي. يا من يقول لي ياهو يا معلمي. يوم سردينك من ساعة ما سحبونا على هنا وانا قلت هيفتشوا وهروح في ابو نكلة. خافش يا معلمي، احنا فاهمين قوي وصحيين قوي ومدققين قوي. بقولك يا معلمي ايه، احنا عايزين نهدي اللعب ونأجل توزيع النهارده. ليه؟ هما مش جم فتشوا خلاص يعني بقينا في السليم؟ لا نظريتي كانت زمان، انا فاهم شغل كويس. ماشي ماشي يا ابو الدهب. بقول لك ايه؟ نعم. انا هوصل لحد صفيه اخو كاسين احسن من الشيفوري. بقول لك يا معلمي، مؤاخذه يا معلمي. خير يا ابو الدهب؟ سيجاره. ماشي خلصك يا معلمي، بدراعك اليمين واخد اللي انا باخده ده. فلوس يعني؟ طب ما انا بديك حقك. لا يا معلمي، انا حق اكتر كتير من اللي انا باخده. الله. ايه يا ابو الدهب؟ الطمع يقل ما جمع. الكلمة دي يا معلمي لما وزت قال لي مين؟ وانا حصل جماعة حاجة لسه؟ الله الله الله، انت بتلاقي عليا ابو الدهب؟ استغفر الله واعوذ بالله، معاش اللي لاقي عليك يا معلم، بس يعني ان كبر ابنك خويه. عاوز كام؟ نضرب 10. يا نهار اسود، انت اتجننت؟ يا نهار اسود، ده كلها صفر على اليمين يا معلم، انا حاسبها كويس، بعدين اللهم حسد يعني. طب قول نضرب في 3، في 4، في 5. 10 يا معلم.
انا حقي اخد قد اللي باخده 100 مره، بس انا بقول كفايه 10. يا معلم كبر التلقيمه وزود السكر، انا بحبها عسل، بحبها زياده يا معلم. ماشي ماشي يا ابو الدهب، وارجع واقول مش خساره فيك، انما اقول لي انت خبيت البضاعه فين يا ابن الابلسه؟ تعالى يا معلم اتفضل. معانا يا رب، معاك كملها بالستر يا كريم، اما بالحلال يا رب. يا هادي يا رب، مش عايز انت جايبني هنا عشان اشرب؟ اشرب بس عشان ربنا يكرمنا اشرب. يا الهي ده ميه متلجه بطريقه. ايه ده يا ابن العفاريت؟ اسمهم العفاريت الزرق. انت فين؟ الواد لازم يتنين المستشفى فورا، وانا هكلمهم حالا عشان يجيبوا عربيه الاسعاف، ونعدي عليه 24 ساعه يبقى هيعيش. اللحمه استوت وجاهزه النهارده. جاهز ولا بالهنا والشفا لغيرك؟ جاهز يا باشا. طب ما تنساش تاخد الشوكه والسكينه معاك. حاضر يا باشا. ان شاء الله هتخرجوا بيه زي الجن، وهتفرقوا شر بعض. ربنا يسمع منك يا جمالات. ما تبعدش عني يا قدام، اللي انا سقعانه. اهلا بك يا زينب. سقعانه قوي. سلام عليكم. أنا قلقت عليك الدنيا، عرفت إن الواد بعافية وغنى في المستشفى. شكله هو يا معلم مش هامتك دي، ده برضه اللي كنت منتظره منك. اتفضل، أنت مش غريب، دي أختي وجماعتي. اتفضل. خلي كله مستريح. المعلم هريد ده أجدع معلم في الحتة، الراجل اللي إحنا اكتفنا من خيره. أهلاً وسهلاً. أنا عايزك بكلمتين على انفراد يا أبو الدهب. إذا كان على الفلوس أنا معايا فلوس يا معلم، وخيرك مغرقني. لا مش القصد، أنا قصدي حاجة تاني. بتشوف المعلم عايزك في إيه يا أخويا؟ باشا. ما تبعدش يا ابو الدهب. هروح فين يا زينب؟ من جنبك اهو. اتفضل يا معلم. قافل الباب. خير يا معلم؟ النهارده ميعاد الاستلام. استلام ايه؟ استلام اكبر شحنه في حياتي، هدفع فيها كل اموالي. وبعدين؟ وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين، يلا بينا. على فين؟ على مكان استلام الشحنه. معقول يا سيدي اسيب ابني اللي حلته وهو داخل يعمل عمليه؟ الله، امه معاه. امه محتاجه لي اكتر منه. ايه يا ابني كلام الحريم اللي انت بتقوله ده؟ معقول ذراع اليمين هو اللي يقول كده؟ ابنك ومدخله مستشفى استثماري، يعني بيحنوه بدل الدواء شربات يروح امك. شغلنا ما فيهاش قلب. ان جالك الطوفان دوس على اولادك عشان تنجح. بقول لك ايه؟ الحياه للي موجود، لكن الضعيف والميت ملوش اي ذكر عندي. ثم مش معقول يعني تاكل معايا بط بط، ووقت اللزوم تقعد تولول زي الحريم وتقول ابني هيموت. يلا يلا خلينا نشوف شغلنا. يلا امال، يلا خليك حلو، يلا حبيبي، يلا. يعني قعدتك هتعمل ايه؟ يلا يا اخويا روح لاكل عيشك، الراجل مستني بره، تاكل عيش الايام دي بيجي بالتيله يا ابو الدهب. يلا يلا يا اخويا، ما انا قاعده انا وامه. يلا يا اخويا، يلا يا ابو الدهب، عينك ما يصحش يا راجل قاعد بره. يلا. بكره لما تتجوز ثلاثه اربعه وتخلف قرطه عيال تعرف ان كلامي صح، وان الراجل يعني شغله بس، وبعدين اي حاجه تانية. في اي لغه دي يا معلم؟ في لغه اللي بيشتغلوا شغلتنا لا مؤاخذه. بقول لك ايه، ادخل شمال. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش؟ وليتهم الطريق؟
مادام شفناكوا يبقى ما ضلناش الطريق ولا حاجه. ومنين راح نعرفكم واحنا اغراب عنكم؟ ما غريب الا الشيطان. الشيطان الرجيم. الشيطان اللعين. عليه اللعنه. عليه اللعنات. تعال كلمه سر يا رجال. قلت لك ما تخافش، دول بيأمنوا المكان. اثبت امال. وين حق البضاعه؟ موجود. 2 مليون؟ 2 مليون. روح ابو الدهب هات شويه الفلوس. فين البضاعه؟ اما انت طلعت اركب صحيح. اذنك يا معلم بس اتكلم. اتكلم. ما انت ما فيش حد خلف غيرك يا اللي ما فيش زيك انت. من غير طريقه يا معلم. الو الو 251 والله. ايوه يا جبلات، انا ابو الدهب، سامعاني؟ ايه مالك في ايه؟ الواد عمل عمليه؟ الواد تعيش انت يا ابو الدهب. كفايه في حياتك. دوري البوليس؟ ايه؟ لجنة عادية؟ هنعمل ايه؟ ولا حاجة، دوس، هنجري. دوس! مال هنسيبهم يموتونا؟ دوس! برافو عليك يا ابو الدهب. دوس بنزين. دوس على الاخر. ايه ده؟ دوس بنزين. دوس بنزين يا ابن الكلب. دوس على الاخر. دوس ولا واقف يا روحي. انا معايا كل حاجة يا كلب. مش عارف لها مطرح. ما تتفتحش يا جمالات. عيب يا ابو الدهب، صدقني مش هفتحها. طيب رايح فين؟ طب رد عليا. بعدين بعدين. رايح فين يا ابو الدهب؟ غصب عني. عاد شفر.
كفايه يا زينب. كفايه ما تعذبنيش. معايم فين يا قدام؟ معايم مين؟ معايم مين؟ هو في معايم غيره ولا ايه؟ معايم هريدي عز الله شأنه. معلم هريدي عز الله شأنه كلوت القطة. كلوت قطة؟ هو فار ولا ايه؟ اسمع يا عيل انت وهو. ايه حل دي بقى؟ واحنا برضو عيال ابو الدهب. انا من دلوقتي مش ابو الدهب. اسم المعلم ابو دهب مستعز بيه تفهم نفهم ايه اللي حصل اللي حصل اني بقى معايا كل حاجه المعلم بعهولك اسم الله عليك انا بقى معايا كل حاجه بعد الجبل بمحل جبت الفلوس منين يا ابو الدهب انت مالك جبت الفلوس منين والمعلم هريدي كان جاب الفلوس منين مش بيقول امه كانت بتاعه بليله امال راح فين يعني انت في السجن انت انا بقى معايا كل حاجه ومعايا كل حاجه اللي عاجبه كلامي يفضل مطرحه واللي مش عاجبه ده مش فاهم جبل خلاص لين اكل عيشنا واللي جوز امنا نقول له يا عمنا معاك يا ابو الدهب معاك معايا يا ابو الدهب معاك يا ابو الدهب اترشت ولا ايه بقول لك على الفلوس واجيب لك منين من اخوك يا اختي بتاع المخدرات وطي صوتك لحد ما جيراني يسمع هو اللي بيصمم بيخاف دقنه طب ايه رايك بقى هقول له بقى على صوتك تعالى هنا اخوك بتاع المخدرات اوعى هنا اوعى انت يا جماعه يا جماعه في ايه صوتكم جاي في الشارع الحقني يا اخويا الراجل ده كل يوم يضربني وياخد فلوسي ليه كده بس يا زينب مالكش دعوه يالا يالا انا هلا يالا انت خرجت الزكاه ولا ايه ولا سيبت نفسك ما هو انت قلت قدام بس وش التعريف سوق رجال اخلص اختشي على دمك يا واطي يا عديم الارض واذا ما اختشيتش يا بنت هتعمل ايه الله يسامحك انت برضه جوز اختي ايه اوعى بالك جوز اختي مالها ديله طب ايه رايك بقى هطلبها بالجزمه قدام بس بقى طب دي على اخوانك طلبت على اخوانك يلا وانت طب اختك طالب طالب الثلاثه دي الدعيه طالب بره ماشي يا بنت طيب بره ماشي كنت عليك نومان ما بزنه انا وانت مظبوط طويل ماشي يا ابو ده كانت فوق المخدرات ماشي ماشي اسمعوا رجاله انا قررت ان احنا نسيب اسكندريه والتوزيع معلمي هنبطل توزيع ليه مفيش توزيع يا معلم وايه اللي حصل في حد قالك يا عم تهابين احنا بعون الله مش متهابين ولا حاجه بس انا عايز اكتم على البضاعه شويه عاوز السوق يشح عاوز السوق يشتغل المخدرات عاوز ارفع السعر لفوق لفوق قوي عاوز ناجل التوزيع لحد ما ننزل مصر معايا معاك يا معلم اللي تشوفه معايمي بقول لك يا ابراهيم عينيا يا معلم قول لي الاول ايه مالك مش مبسوط ليه الشحنة اللي عندنا قربت تخلص بسامة نجيب غيرها وربنا يقدر الكيفة على حقها المعلم هريدي كان بيقول له على أسراره ما عدا سر واحد كان بيجيب البضاعة منين وإزاي وبيقابلهم فين هو ده السر اللي ما قالوليش مش هترغب يا معلم مش هترغب ان شاء الله تسلم عجبتك الشقه ان شاء الله ما تحرم منك ما اعرفش كويس اخر حلاوه مالك ابدا ما شفتك في السوق المخدرات شحه ده نختك ستر وغطى عليك وكويس قوي قوي ان احنا سيبنا اسكندريه الشغل تقيل ومحتاج الواحد يحط عينه في وسط راسه ما تشغلني معاك تشغلك معايا ايه ما تخافش عليا يا معلم بعدين ما انا شغاله معاك من زمان من ايام الفوط والمناديل وفيها ايه طب جربني جربني كده وسط الرجاله هتلاقيني قشاط هعمل لك شاي
السلام عليكم. عليكم السلام، اي خدمه؟ هي مدام زينب مش موجوده ولا ايه؟ مدام زينب راحت مشوار ورجع على طول. اتفضلي. ما يضايقش حضرتك؟ ضايقني ازاي يا فندم؟ اتفضلي. البيت فيه ناس بتشتغل. هو حضرتك ابو الذهب دي؟ ان شاء الله. انا موافق. لا 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 مش ممكن. مش ممكن؟ هو يا فندم مش ممكن؟ يعني كنت متخيلة حضرتك راجل كبير وكرش وشعر أبيض وحاجات كده. ليه بقى؟ اتفضل. بسم الله ما شاء الله، اسمك كبير قوي. دي الحتة كلها ما فيش على لسانها غير أبو الذهب دي. بس إيه؟ بيقولوا عليك راجل شهم وجدع. لا بالحق، ده انا سامع انك اشتريت 4 عمرات كمان. يعني كلام الناس كتير. انت حضرتك ما تعرفنيش طبعا. ما حصلش الشرف يا ست. فكري. اهلا وسهلا. فكري الخياط وبخيط لمدام زين. عندي مشغل صغير كده على قدي. على الله يكون شغلي عجب حضرتك. هو عجبها شغلك قوي. المهم انه يكون عجب حضرتك عشان انت اللي بتشوف. انا معجب قوي. اهلا يا زينب، عملت ايه؟ هقول لك اهو. ازيك يا مدام؟ اهلا اهلا مدام زينب. انا والله كنت ماشيه بس ساعات البيئه اللي انا جايه على طول. لا واجب، ما هو البيت بيتك. اتفضل. اتفضلي. عن اذنك. اتفضلي. بيقول لمراته انا لما بصبح الصبح بحلق دقني بنزل 10 سنين. فقالت له تبقى احلقها قبل النوم يا حادق. حلوه حلوه. تبقى احلقها قبل النوم يا حادق. واحد خواجه عاوزك يا معلم. ايه؟ واحد خواجه عاوزك. خواجه. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. انت راجل ذهب؟ انا ابوه ابو الذهب. احنا عايزين نتكلم على انفراد يعني. اه طبعا. تفضل. اهلا وسهلا. بصراحه احنا عايزينك. انتم مين؟ راجل كبير عايزك. راجل كبير بتاع ايه يعني؟ بتاع بضاعه. بضاعه؟ بضاعه اللي انت بتبيعه. اه البن يعني؟ ايوه تمام عليك. اللي اسمه نور. اسمه نور. هو ده تمام البن. هو ده. انا البن بتاعي بستورده من البرازيل على طول يعني. الرساله بيقول اذا كنت عاوز اقابل راجل كبير في سياره سودا رقم 132646 مستنياك عند كوبري ملك صالح الساعه 6. يعني انت بعد 3 ساعة تيجي تقابل راجل كبير إذا كنت أحب. أوكي. إذا كنت تحب. زمان عجب شي ما خلصوا شي ولا خلى حاجة ما شقلب شي. زمان عجب شي ما خلصوا شي ولا خلى حاجة ما شقلب شي. في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب ولا تكسبش
وخلقي حلوة ما حلوكش وناس كتير ما يغركش وحقول كلام كله جلتش وكمان حكاية ما حصلتش. شفت خليل شايل فيل وبايده بيسقي عناب انا كذاب يعني انا كذاب شفت الفار قال الحمار البس بدل الحلوه شراب طب انا كذاب يعني انا كذاب شفت الوزه هزت هزه الشايب قال تحت شباب طب انا كذاب يعني انا كذاب ده بنخش في الشغل على طول. انت زي ما تعرفنيش لكن انا عارفك كويس قوي. هريدي كان بيشتغل معانا بس راح في ظروف غامضه دي ما تفرقش معانا ابدا. هريدي او بالذهب المهم عندنا اللي نشيل. احنا مبسوطين منك قوي يا بالذهب. تعرف ليه؟ لانك مش محروق عند البوليس بتفكر حلو قوي فلاح صحيح لكن واعي وقراري. الله يستر اصلك يا بيه. احنا سمعنا انك اشتريت نص الجياره. نص الجياره؟ منين يا بيه احنا غلابه؟ يعني عندك 6-7 مليون جنيه هتشيل بكام؟ اشيل ايه لا مؤاخذه؟ الصنف الحشيش. حشيش؟ انت يا بيه اكيد غلطانين في العنوان. انا ببيع بن. يا ابني احنا مش شرطة. احنا كلنا في خندق واحد. غير كده لازم تعرف ان احنا التجار الكبار الوحيدين في البلد بتوع الصنف ده. صنف يا بيه؟ الله لا اله الا الله. انا ما اعرفش حاجة على الكلام اللي انت بتقوله ده. اخر صفقة كانت مع هريدي كانت ب2 مليون. كان كلمة السر الشيطان الرجيم اللعين. وانت كنت معاه. لا بيه ما هو يعني يعني حرصك ده مطلوب بس زيادة الحرص ده هيخليك تخسرنا. البضاعة اللي عندك قربت تخلص ولازم تعرف ان احنا المصدر الوحيد الكبير بتاع الصنف ده في البلد. يا سعادة البيه انا هسيبك تفكر لما تعرف ان احنا ناس مظبوطين هنتقابل ونتفق. طب فلنفترض ان انا زي ما حضرتك بتقول وده مش صح انا هاجي هنا ازاي؟ ده لففوني البلد كلها. مع السلامة يا أبو الدهب. خايف لا تكون لعبة كبيرة من الحكومة عشان تجيب رجلة يا جمالات. وناوي تعمل إيه يا أخويا؟ مش عارف بس لازم أجيب المخدرات ومش لازم أمسكها بإيديا. يبقى لازمني كبش. أروح أنا؟ لا أنت ما تنفعيش أنا وأنت واحد. يبقى لازم نلاقي كبش مخلص. هلاقي كبش. الجدع ده اللي اسمه سعد هباش. الجدع اسمه سعد هباش عايز 5000 جنيه مش عايز يدفعهم. ازاي تدي له بضاعه من غير ما تاخد منه حقها مقدم؟ معايا جماعتك كده. حساباته كانت ماشيه مظبوط اتزنق قلت نقف جنبه لحد ما تتفك زنقته. ده كلام؟ ده سوق غير السوق. بضاعه قصادها فلوس. خلاص ما زعلش نفسك يا معلم. الواد ده يتجاب ويدفع. سعد هباش سعد الزفت. هجيبه واقف هنا. ايه يا ابني ده؟ ايه بس يا عمنا مش تخلي بالك خبطتني بدارك. انا اللي خلي بالي؟ طب خبطني وانا اللي خلي بالي؟ على فكره ممكن تصلح ولا اقول لك خليه عشان العين.
عين هتصلح ازاي بقى؟ انا مش ناس خانقه الصبح. ماشي هروقك. ماشي يا عم ما تشيلش هم. امسك. ايه ده؟ ده كارت بتاع الوصل الغور الميكانيكي. المغور الميكانيكي ده بقى اخوه لازم فيه عدل سمكري عسل اسمه لولح دكتور ايده تلف في حرير الاثنين في السبتيه على فكره بيصاروا صباحي جنبه واد بتاع كشري اسمه شمشوم انا بدلعه اقول له قفص. قفص دمه خفيف. انت مين بقى وجيت الحته دي ليه؟ انا واحد يا بيه. لا انا مش بيه. يبقى تيه. حلو امشي انا. استنى بس سعد ابراهيم علي تعالوا وده كاسة عربية وضبوه منور. الله يخليك. منور قوي. الله يخليك. بتوقت ها؟ حصل لنا الرعب. في ضرب جامد؟ معجنة ضرب؟ ما تضربوني ايه؟ الكلام ده عند ام لالو. عامل لي فيها سلفستر استنوني يلا. هتضربوا ضرب ماشي خناقة يلا صباحية مباركة. ماشي يا حبايبي اسأل عليا يلا اسأل عليا في حتتنا. انا مش شوية ده انا كبير قوي ومن عيلة كبيرة قوي. صدقوني احنا اول ناس ركبنا شباك المونيا ومن غير تقسيط. انا صايع يابا ومن غير سقف. صايع ومن غير سقف شايف دي يلا. ولا حاسس بس راح هتطلع. اللزقه يابا مركب لزقه في ظهري. بحبك يالا بحبك يالا بحبك يالا. لا لا مشي والله العظيم مشي. دي مكتوبه لي دي مكتوبه لي. ارتحتوا اديكم ضربتوا يا اما. مين دول اللي ضربوك؟ ناس من حتتكم ما اعرفهمش. ما رحمونيش لما قلت لهم انا جاي للمعلمه جمالات. انما ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ مال وجمال؟ هو ايه يا اختي ده؟ تتكلم على مين؟ بتكلم عنك يا ست ستات. صراحه انا كان مستاهلها اشوف واحده عجوزه كركوبه مكرمشه رايه سكينه. انما انت بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليا انا؟ امال حلاوة وجمال وجسم منشوق وعود ملفوف وابتسامة جريئة ودراعات حلوة مزينة الصيغ اللي لابساها. صراحة حمر وحلاوة على السكينة. اتكلم على مين؟ انا قصدي مش ضايق حضرتك. انا بعبر عن شايفه قدامي. ما يبقاش عندي حساسة لو شفت الجمال ده وسكت. يا سعد هباش هتقبش؟ ايه القرع ده كله؟ ايه انا قلت حاجة غلط يا ابو قرع يا ابو ريا؟ ايوه ما تسيبه يا هو الكلام بيلزق. قالت لك سيبه من بقها اللي عامل زي خاتم سليمان. حساسه بقى سكه خلعون. خلعون دي محافظه دي؟ ما خلاص ما بقتش محافظه. ماشي الكلام مش هينفع هنا يا ست. امال فين؟ على انفراد. طب ما احنا هو على انفراد. لا على انفراد قوي قوي. قاعد على انفراد هنا كويس؟ انا في الجنة والله العظيم انا في الجنة. في كده عمري في حياتي ما شفت دراع بالجمال ده في الدنيا. تسمحي لي؟ اختشي يساعدك. في رقبة كده عمري ما شفت رقبة بالحلاوة دي. تسمحي لي؟ اختشي يساعدك. اختشي اختشي يساعدك. امشي كده. عملت ايه حلو بس في دنيتي يا رب؟ مش عايز تدفع الفلوس ليه؟ انا مش هدفع 5000 جنيه بس، انا هدفع عمري كله.
جدع اتكلم جد شويه. هو ده الجد. اخ حرام صدق من اهل الجمال ده كله في الحي الشعبي. مش قوي كده. لا قوي. الفاكهه لما تقعد على الشجر تستوي تستوي قوي. والفلوس؟ اه اللي عندي. انا كنت مدبر 2000 جنيه وعايز اشيل بضاعه ب8 لو تقبلي. اصل بصراحه كنت مدبر كده قرشين وصرفتهم على بيت الرقاصه. ده انت برم بقى. انا خفيف. ايه؟ انا خفيف. كيف لا؟ والله انا خفيف. بس بعدك حبيبي خلاص. عشت بح. بقول يدوب المانجا. يبص للحرنجش. لا اسمك ايه انت؟ سعد. لا يا سعدك يا سعد. سعد الهداف. لا هو كل شوية. لو عارف يا معلمي الواد تيخة ده العمدة بتاع بلاده ما بيحب يجي يستحمى يسخنوه التيعة قديمة. لا ده عمدة تاني. في واحدة ست عاوزاك يا معلم. ايه؟ في واحدة ست عاوزاك. ست مين؟ فكرية. مش فاكرني ولا ايه يا معلم؟ لا طبعا فاكر. اهلا وسهلا. خير؟ ما تاخذنيش يعني ان انا جايه لك من غير لا اهم ولا دستور. تحت امرك. اصل انا ست وحدانيه ومليش حد غير ربنا. فكرت وقلت في عقل بالي انك انت راجل شاه واكيد هتقف جنبي. رقبت بس يعني. ما تخافش تيجي معايا مشوار صغير مش هعطلك. ايه الحكاية يا ست فكرية؟ الحكاية يا سيدي ان انا ساكنة عند صاحب بيت بيسبل لي قصدي بيبصبص لي في الطلع والنزل عرفني في عيشتي. طب هو ليه عندك ايه؟ ما هو مشاكل الستات الحلوة كتير وبيقولوا عليا حاجة. هو بيضايقك ايه يعني؟ عايز يطلعني من الشقة. ليه هو مش قانون يعني؟ ما انا ست وحدانية بيبص لي على ان انا ضعيف. قال ايه؟ حنفيه بتخر. طب ما تخر. هي حنفيتي ولا حنفيته؟ بسيطه نصلح له الحنفيه. لا ومره يقول لي ايه؟ انت واخده الشقه سكن وعاملاها مشغل خياطه. طب قول لي بذمتك اعمل ايه؟ اكل عيش. انا ست شريفه واحب اكلها بعرق جبيني. حد يغلطني في كده؟ بسيطه برضه بدفع الفلوس فوق الاجره. المهم انا عايزه راجل يقف. قلت الجأ لك وخايفه لا تكسفني. احنا في الخدمه يا ست فكريه. ده كان عشان فيك برضه. انت متاكده انك هتعرف توري له شغل؟ تحت امرك اتفضلي. شم ريحه العربيه حلوه قوي. لا دي مش ريحه العربيه دي ريحه البرفان اللي انا حطاه. حلوه قوي ريحه البتاع اللي انت حطاها. ما شاء الله عليك مناخيرك بتلقط هوا. من كتر وقفتي قدام نار الفرن بقت مناخيري تشم ريحه رغيف العيش اذا كان استوى ولا لا. وانا بقى ريحه البرفان بتاعتي بتفكرك برغيف؟ لا العيش الفينو. الواحد برضه ما ينساش اصله يعني. اسم الله عليك ده انت جمالك في بساطتك. ربنا يحميك لرجولتك. ايوه ده انا نسيت المشوار. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بكام دي؟ 60 جنيه دي. 60 جنيه. ايه ده؟ مباحث. مباحث؟ مكتب مكافحة الزعل. شغلتنا ان مفيش حد يزعل حد. انت حكومة؟ حكومة؟ هي الحكومة دي ايه ده؟ بتزعل لما حد يزعل حد. احنا بس اللي بنزعل. ايه؟ شكلك كده زعل.
ماشي. خد يا عم. ما انتش تزعل الست تاني. حك عليا يا ست فكري. لا تسرع حقك يا معمر. حبها راسها. لا 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 لا. اتبصبص لي عشان تعرف بس ان ورايا رجاله. خلاص. سيب يا بيه. ما تزعلهاش تاني ها؟ حاضر يا بيه. لا وعلى ايه يا طول؟ شكرا. شكرا يا معلم يا سيد الرجاله. العربية ريحة البرفان اللي انا حطاها. اسم الله عليك، ده انت جمالك في بساطتك. ربنا يحميك لرجولتك. حد ينام ودي ريحة بصل. بصل. الراجل الكبير عاوز يشوفك. امتى؟ الساعة 7. الطريقة سيارة حمرا مستنية عند كوبري غمرة. هناك كلهم هيشوفوك ويعملوا اللازم. اطمنت؟ دول لففوني الجمهورية عشان يجيبوني هنا. احنا ليه ما تقابلناش في القصر يا باشا؟ الاحتياط واجب. الرجال لازم تعرف ان احنا ملناش مكان ولا وطن. المهم انك انت اطمنت ان احنا الكبار بتوع الصنف. انا بتاجر في بن يا باشا. كده هو وانا حبيع لك بون وانا هشتري بمليون دولار. كويس بس يعني نجرب. ماشي بس ميعاد الاستلام احنا اللي هنحدده ومكان التسليم احنا برضو اللي هنحدده. واجب برضو. بس تاخد معاك بقى شوكه وسكينه. انا باكل بدايه ماشي. طيب اجيب لك ارواحها. مززت معايا. عملت ايه؟ هبعت حد يستلم وافضل انا بعيد. ما قلت لك اروح انا. روح انت. ده ايه؟ ده عمليه مش سهله. عايز الراجل يكون راضع من امه. يبقى الواد سعد الهباش. الواد اللي مكسور عليه 5000 جنيه؟ جالي واتكلم معايا ولقيت واد حدق ومخلص وما تشوفه هتحبه. احبه؟ احبه ده يا جمالات؟ مش يمكن مزقوق؟ صدقني ده واد كويس. صدقني. عموما هي مخاطره بس تتحسب. لو طلع خاين او هيهف البضاعه او هيهف الفلوس. على العموم المبلغ مش كبير قوي. مش كبير قوي ازاي؟ مش احسن ما تهف انا وطلع فخ؟ بعد الشر عليك. بعد اشوف. حاضر يا ابو تهب. جبت لك ميعاد مع المعلم. المعلم مرة واحدة؟ يا حبيبي. أمال إيه؟ هو أنا شوية؟ لا أنت مش شوية. أمال إيه؟ شويتين. مين؟ ثلاثة. ثلاثة؟ يا أجمل بني آدمية في الكون. بالراحة يساعدك. يا لهوي. هو كل شوية؟ يا أجمل بني آدمية في الكون كله. بالراحة. أموت فيك. بالراحة. يساعدك. لا لا هو كل شوية يساعدك. قول يساعدك. يساعدك. يا سعد. يا سعد. يساعدك يا سعد. يساعدك يا سعد. مين؟ معقولة؟ هو ده واد سعد. شفته قبل كده. حضرته خبطت المرسيدس. ما انا خدت الطريحة تمام. معلش اللي ما يعرفك جالك. عدم المؤاخذة. لو اعرف انك انت المعلمة ابو الدهب كنت قلعت الجزمة واديتها لك تضربني بيها على قفايا. المعلمة فهمتك على كل حاجة؟ كل حاجة يا معلم. شوف اذا طلعت جدع هيبقى لك شان كبير معايا. واذا خنت قبل ما هتوصل بيتك هتتنشي رصاصة في نفوخك. ماشي؟ ماشي.
الورقة دي فيها كل حاجة، فيها المكان والميعاد وكلمة السر. بن ببن. بن في ايه؟ في بن. براو عليك. الشنطة دي، استنى بقى، الشنطة دي فيها الفلوس، ما تتفتحش وما تتعدش، تدفع وهتستلم. هتدفع واستلم. اتفضل جمد قلبك. قلبي زي الحجر. هنشوف. بالسلامة ان شاء الله. هذا زورد. ليه السير؟ خليك وراه وعينك ما تنزلش من عليه لحظة، وإذا لقيت شبهة كمين كده زوخ. هرّيت. أبو هاشم. نعم يا معلم. خليك ورا الواد زورد، وإذا لقيت هو الواد التاني ماشيين في غير الخطة اللي إحنا رسمينها اضرب. حاضر يا معلم. وإذا لقيت فيه بوليس أو كمين زوخ من بره بره، ولا من شاف ولا من دري. حاضر يا معلم. توكل على الله. كده احنا في السليم والحمد لله. ربنا يجيبه بالسلامه يا رب. امين. كلهم مش رجالتنا يا اخويا. اعملي لي شاي. عيني. يا جمالات العملية ايه؟ وصلت. والعيال؟ كله مية مية. شفت بقى شورتي في الواد سعد؟ واد جدع وبطل. انا عايز اصرف له مكافأة. اشمعنى سعد؟ اصرف لكل عيل من طلعه وطلعه ده 10,000 جنيه بما فيهم سعد. لا بقى، سعد اجدع منهم بكتير. اجدع منهم في ايه؟ لا بقى، من جهة اجدع، اجدع منهم بكتير. ما تطمعش حد فينا يا جمالات. هو ده رأيي بقى يا معلم. الله. تليفون عشانك يا معلم. الو. اهلا 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 ست فكريه. اهلا وسهلا. خير؟ في مشاكل تاني مع صاحب البيت؟ مين يا بوداش؟ اسم الله عليك من الخطة. اصل النهارده عيد ميلادي. والله؟ وانا بقى ماليش حد في الدنيا. صحيح حواليا ناس كتير واللي عايزين اكتر، بس العين بقى مش شايفة حد فيهم. كان نفسي نفسي كده وانا واحدة نية حد يقول لي كل سنة وانت طيبة يا فكرية. ما لقيتش غيرك يا ابو الدهب بيه. انت بقى هتقولها لي صدقة عن مالك وعافيتك. صدقة ايه بس يا ست فكرية؟ اكملني، مش من بقية اهلك يعني. ما تقوليش كده، احنا كلنا واحد. امنا ادم وابونا حواء. أنا حواء و كلها التسعة يعني. اسم الله على مقامك. أنا برضو كان قلبي حاسس إنك مش هتكسفني. مش عازمة حد تاني؟ ويا
هو بالدهب ليه مش كفايه؟ انت بالدنيا كلها، بس انت اللي مش واخد بالك. ربنا يكبر بخاطرك. اتفضل. شكرا، بس انا زعلان منك. يقطعني ليه؟ كان لازم تقولي لي برضه عشان وانا جاي اجيب معايا هديه. هديه ايه؟ انا مش بتاعت الحاجات دي. هديتي مجيتك عندي برضه. يا ست فكريني الله، اسمي حلوه قوي في بقك. بس انا برضه زعلان يا ست فكريني، ما صحش اجي وما اجيبش هديه يعني. تاني كده بقى هزعل منك بجد. لا معاش اللي زعلك. اه يا فرحتك يا فكري، يا هناك يا سعدك بسيد المعلمين. سيد الرجاله كلها بيبادلني الكلام بكلام. اه يا اخواتي لو اطول زغرت. ربنا يكبر بخاطرك. ما تكرمني بقى شويه اكتر وتقول لي فكريه حاف من غير ست. ماشي يا ست فكريه. اه يا فكرية، أنا معلش مش هقدر أعود لأني ورا مصلحة. اللي كنت فاكرة إنك هتقعد معي. على العموم براحتك، براحتك قوي. على السلام. الله يسلمك. مرة خلي بالك تشويش تشويش قوي. أنا مبسوطة معك قوي يا سعد، بس خايفة، خايفة فوق من الحلم ده. تتصور أنا عمري ما حبيت، مع إني كنت متجوزة 15 سنة، بس أنت طعم تاني. أنا هعوضك عن كل اللي فات. أنت لسه شفتي حاجة؟ خرابي. حد يقول معلمة جبارة يبقى الباز البافتة كبيرة كده. لا إيه الحنان ده؟ لا إيه الحنان؟ سعد تاني. إيه حلاوة الروح دي؟ هو كل شوية إيه النفس الحلوة دي؟ آه يسعدك. ايه الجمال الاصيل ده بقى؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب. عامل ايه بقى؟ عامل ايه؟ مين هيجي لنا دلوقتي؟ مش عارف. طب انزل تحت السرير. لا لا انت خايف؟ ما تخافش. اعمل ايه؟ تنزل تحت السرير ده. ايه؟ اعمل ايه؟ انت تقعد على راسي من فوق. الباب. 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 هرجع لك على الكاميرا. هو انت خضتني عايز ايه؟ هيوزع البضاعة في الفجر. وايه يعني؟ بضاعة ساعة مش عارف فين هو، تلاقيه ملموم على الناس لما زيه دلوقتي. اخرس يا ابن الكلب. سعد فرحة لله دي. احنا بنتعب بقى يا ست جمالات، بنتعب. الله يحرقه هو اللي معاه. اخرس لقطعك لله دي. الراجل شغال ب10 رجالة جمعاتي، من حقه يرتاح. امشي. امشي افتح من هنا. يلا يلا بره. لا يحرقكم. سعودة سعودة نكشف من القرعة. يختك ده انت بقيت البنت يا راجل. ايه ان شاء الله. قلبي حاسس انك جاي. هو انا اقدر اتاخر؟ اصل بصراحة ولا بلاش؟ بصراحة ايه؟ بصراحة طيفك ما بيفرقش خيالي.
وانا دايما اقول لطيفك ابعد عني يا طيف، امشي امشي. وارجع اقول لنفسي مش من حقك تفكري فيه يا بنت. ليه؟ صحيح انت الراجل اللي عقلي وخيالي وقلبي بيفكروا فيه دايما، كانوا مستنيينك من زمان، بس ارجع اقول لا يا فكريه، امسكي نفسك. هي صحيح الظروف بعتت لك الراجل اللي انت بتحلمي بيه من زمان، بس في حاجه اهم. ايه؟ ان انا مش قدك. مش قدي؟ اه لا اوعى كده، ده انت ضروري مقطع السمكه وداله. انا ايوه انا غلبان. سيب. عايز تفهمني ان معلم كبير زيك في وجاهتك ورجولتك ومالك وجاهك والحريم ما بتتحدفش تحت رجليك؟ لا والله ابدا. انت لو حلفت لي على الميه تجمد ما صدقش. ده انا بتهيألي ان الواحده تشوفك مره تقع في حبك من تاني يوم. انا اغلب من الغلب. اللي اغلب من الغلب دول هم اللي يخوفوا، اسالنا. وانا بقى ما عنديش استعداد احبك واموت في حبك واتعذب واتلو. انا رايح وس بقى كل الكلام ده عشاني. قال يعني مش عارف يا ابو عيون روشتني من بعد ثلاثة ناظرة. ايش معنى عن ثلاثة ناظرة؟ اقول اللي حاصل. وبعدين في حاجة تانية بتقولي مش من حقك يا بنت. هو ايه اللي مش من حقك؟ انك متجوز ومراعي بيتك. واجب برضه، وده يدل على انك راجل اصيل. بس انا بقى خايفه لما تكونليش حته او فتفوته في قلبك. انا بحط كل اللي في قلبي. انا دخت. انا صحيح شكلي جامد من بره كده، لكن انا فعلا غلبان في مسائل الحب دي. اصلا انا ما عنديش خبره، انا ما عرفتش غير زينب وكنت صغير، لكن انتي انا حاسس انا متلخبط وكلامك كمان لخبطني. انا المعلم اللي الناس كلها بتعمل له حساب وابقى متلخبط بالشكل ده. انت عملت لي ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما عنديش غير حبي وحناني اقدمه لك. انا عطشان. ما تشرب. Thank you.
عليك وعلى هليتك يا اختي. شوف كم سنه متجوزين يا ابو الدهب، والنبي اول ما بشوفك صدري ده يفضل طالع نازل كده، مبقاش عارفه ليه من خالص. سلام لصدرك يا زينب. ربنا يخليك ليا يا اخويا، ان شاء الله يخليك. ايه يا حبيبي؟ ايه في ايه؟ لا مش حاجه. في ايه؟ ما قال لنا الظهر خلاص. تعالى في حضن. تعالى في حضن يا رب. تعالى يا سيدي. تعالى. لا لا. ايه؟ ايه؟ مش عارف يا زينب، بحس كده. مالك؟ يمكن لما انا مرتاح. ايه؟ طب هات ادعسك. لا لا يا زينب، لا يا زينب. هات اكبسك. لا يا زينب، بس انا يا ماما مرتاح كويس قوي. كويس قوي؟ طيب. اهلا يا ابو الدهب. متشكرين على الحفله يا باشا. هتشيل بكام؟ بسبعة. انت فاجئتني. ايه الباشا ما عندوش بسبعة ده؟ احنا عندنا بالمليارات يا ابني. بس كده بقى انت هتخش في السكه الثقيله قوي. ما ندخلش ليه يا باشا؟ الاشاره مفتوحه. بس ده هيزعل الثلاثه الكبار قوي. مين التلاتة الكبار دول يا باشا؟ أكبر تلات تجار بيشتغلوا في الصمت. بيشتروا من عندنا وبعدين يتقاسموا بره. عرفتهم عرفتهم. بس بعون الله أنا هبقى التلاتة دول كلهم مع بعضيهم يعني. والله ده شيء يهمنا. احنا بنلعبش يا باشا. أنت عارف يا أبو الدهب؟ أنا نفسي أقول لك برافو. ما تحرمش نفسك يا باشا. تعرف اقول لك برافو على ايه؟ نعم. انك بتشتغل في الصنف في نفس الوقت ما بتشيلوش. انا ما بشتغلش في الصنف، انا بشتغل في بن. بن. ماشي يا سيدي، بن بن. انت عارف كلمة السر هتكون ايه؟ حسن ابو علي سرق المعزة. لا وانت الصادق. حسن ابو علي سرق الدولارات. ولا لا مؤاخذه الافيه. على اذنك يا باشا، كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده بس عندي ميعاد. اهلا اهلا اهلا. ايه ده انت لسه هنا يا حسين؟ حسين اخوي. اهلا وسهلا المعلم ابو الدهب. اهلا اهلا تاجر البن العظيم، شوف اعلاناتك في التلفزيون كتير. المعلم ابو الدهب جاي يشوف المشغل وهيشيل مننا شغل كتير. على فكره انا جبت لك الشيك. ما تقعد تتغدى، انا عازمه المعلم على الغدا. لا يا دوبك انا هتكل على الله، عندي مواعيد كتير. تقعد معانا. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. يقعد يتغدى بايه؟ مش اخوكي؟ انا ما صدقت انه ماشي، ده قال لي الصبح زي الكوب. حضري الغداء يا لواح، وعندك نص يوم اجازه. هعمل لك كوبايه شاي قبل الغداء. شاي ما بحبوش. امال بتحب ايه؟ بحبك انت. والله بحبك انت. خليهم يومين يا لواح. عارفه يا لولو؟ عارفه ليه الرقاصه وهي بترقص ما بتغنيش؟ ليه؟ عشان الغنى حرام. حلوه؟ قوي. يا مش معقول. المكان يجنن، كل حاجه جميله. عجبك المكان يا لولو؟ قوي قوي يا حبيبي. تصور؟ انا عمري ما اتفسحت من يجي 10 سنين كده. وايه اللي حبسك يا كانش في حاجه تتفتح عشان يا الله يا اما هي دي دعوه اللي هتعفاني
امي دعت لي دعوه حلوه. اه والله ميه وخضره ووجه جمالات الجميل. اه يا اختي على كلامك الحلو بتجيبه منين؟ انا ما بجيبش حاجه من عندي يا اختي. امال ايه؟ انا بسيب قلبي يتكلم وادي له زور يقول بيه. اي 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 الحق ايه؟ الحق الحق ايه؟ قلبي ماله؟ قلبي بيدق بيدق جامد قوي. اه بيتملي منين عشان ينبهني؟ اه اقول لك يا تتعالجي. انا مش قادر استغنى عنك، انا حاسس ان ربنا هيكرمني فيك. وانا كمان، بس انا كمان بقيت اخاف عليك قوي. من ايه؟ من التسليم والتسلم. ده كلام يا لولو؟ مش عيب؟ تحترمي جرؤتي وشجاعتي؟ تفكراني من العيال اللي بيجي اللي بتروح وتيجي؟ ولا من العيال الساسه الساسه بتوع المصاصه؟ ها؟ انت؟ يا لهوي عليك انت، ده انت شويه رجاله في بعضه. انا جعت قوي. ايه بقى؟ جعت. هو الحب بيجوع؟ اه الجوع بيحبب. طب خد. كنت فين يا اخويا؟ اتاخرت ليه؟ كان في ايدي لقمه باكلها. اللي شغله جت الميعاد الليله، انت عارف هتعمل ايه؟ انا عارف كل حاجه. ابريا انا يا ابريا جايز تطلع معاه. خد تمام. يلا يلا. تضحك على ايه؟ حلوين قوي الاطفال اللي بيلعبوا في التلفزيون دول يا زين. شوف بيلعبوا الكوافير والكور ازاي؟ من مصر دول؟ انا عارفه بقى. ما شاء الله. شوف الواد عينيه زرقاء ازاي؟ انا كنت عايز اكلمك في الموضوع ده يا بنت. كلميني فيها يا زينب. في الكوافير؟ لا في العيال. انا عايزاك تتجوز. اتجوز عليكي؟ لا طلقني واتجوز. ليه؟ عشان تخلف يا بداه. مش انت نفسك في العيال؟ وانا خلاص مش هخلف تاني، انا شلت الرحم. ذنبك ايه انت معايا؟ هو انا كنت اشتكيت لك ولا بقى انت اللي مش عايزاني؟ انا ما استغناش عن تراب رجليك يا بداه. يا سينا انا يمكن ابص غيرك ولا اعرف غيرك ولا اتجوز حتى غيرك. صحيح والنبي يا بداه. يا بنت الاقي حد في الدنيا غيرك؟ شيل الكلام الفارغ ده من دماغك. يلا قومي. شوف عمال يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه، عمال يقول لي ضفدع من الطياقه. ايه؟ من الضفدع من الطياقه. المعلم يقول اي حاجه، واي حاجه يقولها تتسمع وتتطاع. طاع. ماشي، ماشي هبص. امشي يلا، امشي. شايفين؟ جالكوا كلام يا فيصل؟ يسعد. يسعدك عايزاك. مش معقول. مش ممكن. كل التقارير والتحريات دي. ومش عارفين تجيبوه. يا فندم ابو الدهب حريص جدا واستحى الامره. المهم اللي ورا منه. هاتوه هو اللي ورا منه. عشان نجيبه يا فندم لازم يكون فيه تخطيط. طب ما بتخططوش ليه؟ خططنا يا فندم ومش ساكتين، وعشان كده بنشتغل في صمت. قدام حرصه الشديد لازم الخطه تكون على نفس المستوى. عشان ما يجيش محامي شاطر ويطلعه بعد ساعه ويبقى كاننا ما عملناش حاجه. انا مش عاوز كلام. انا عاوز فعل. عاوز شغل. مين؟ فكرية. أنا. أنت مين؟ أنا مين؟ أنا أبو الدهب. ما أنا عارف. عايز إيه؟ لا مؤاخذة يا معلم، مش هقدر أفتح. إيه اللي بتقولي ده يا فكرية؟ آه لا، اللي سمعت. وبلاش تيجي هنا تاني. افتح الباب اتصرف يا فكرية. آه لا، اللي هنعيده هنزيده ولا إيه؟ أكسر الباب. وعلى إيه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ وايه الفضايح دي؟ انت ايه اللي في ايه ده؟ انا عملت لك ايه؟ ايه يا فكريه في ايه؟ اهلا. ازيك يا حسين؟ انا معلش اصل انا قلقت عليك. خلاص. اتفضل بقى وما تجيش هنا تاني. استنى. خد الحاجه اللي انت جايبها معاك.
يا معلمي. اعمل لي قهوه. بايع عليك ما نمتش يا معلم. اعمل لي قهوه. حاضر. انا بديها بفكرية. انا ما نمتش امبارح طول الليل. انا عايز اعرف ايه اللي حصل. في ايه؟ فكرية. فكرية. واحد قهوة صحصح. ده مصحصح من غير قهوة. انا عايز اعرف انا عملت ايه. اما خضتني الفكرية. عيب، ده انا بحبك. ما كانش يتعز. طب في حد تاني؟ مفيش حد غيرك. طب امال في ايه؟ معذرتك تسمينا شويه، ممكن نقعد في حته هاديه نتكلم فيها مع بعض بدل الناس هنا. ما هي دي المشكله. مشكله ايه؟ الناس. انا اتفضحت والناس بتتكلم عليا وبتقول حاجات وحشه وانت السبب، وانا سمعتي طول عمرها زي البرلنت. احنا بنعمل حاجه غلط. احنا بنحب بعض يا فكرية. انا بدوس على قلبي وبحافظ على كرامتي. يعني لسه بتحبيني؟ انا عمري ما حبيت حد غيرك، لكن لا، صليت وتوبت وقلت يا ربنا سامحني على اللي انا عملته. هو اللي غلبني بنظراته وخلاني اعمل حاجات وحشه. سامحني يا رب. الحل ايه؟ تتجوزني. اهلا يا ابو الدهب. اهلا 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 اهلا. اتفضل. اهلا يا باشا. يا لسه مغلباك برضو؟ يمين يا باشا. الست اللي انت بتحبها. طب وانت عرفت منين؟ راجل مهم زي ابو الدهب لازم نعرف عنه كل حاجه. ماشي، خلينا في الشغل يا باشا. انا انا ليه راي. خير. أنا عايز أحتكر السوق. نعم؟ يعني عايز أشيل كل البضاعة اللي بتخش البلد، ومحدش من المعلمين الكبار التلاتة يشيلوا أي. أنتوا لكم فلوس، بدل ما تاخدوها من أربعة تاخدوها من واحد. عمتك إزيها؟ عمتي كويسة، وتشتروا طبخكم. طب والتلاتة الكبار؟ يعني يبقوا يشتروا مني. افرض إنهم رفضوا إنهم يشتروا منك ولجأوا المصدر تاني. دي برضه ما فاتتنيش، لان المعلومات اللي عندي اللي انا متاكد منها انكم انتوا المصدر الوحيد لتجاره المخدرات في البلد. ايوه صحيح، انا الراجل الكبير، بس يعني الحكايه دي لازم نعرضها على الراجل الاكبر. وسيادتك مش الراجل الكبير برضه؟ ايوه انا الراجل الكبير، بس في اكبر مني وفي الاكبر منه وفي اكبر من احنا كلنا. طب وفين بقى الراجل الكبير قوي ده؟ هو قريب، هو بعيد، هو هنا، هو هناك، في كل مكان. أنا مش ممكن أقابله؟ أنا هعرض عليه الأمر وبعدين أقول لك. طب يا باشا، المهم أنا في الانتظار. علينا محكي، احنا عاملين كده زي زي فيلم سمارة. سمارة. وصلوه. وصلوه دي بقى بتفكرني بفيلم فيلم سلطان، بس الدنيا فسحوه. طب يا باشا بالاذن، عشان عندي ميعاد. اتفضل. مع السلامة يا ولد. الله يسلمك. المعلم واصل. مالكوا فيه؟ البوليس قبض على ابو هاشم ومعاه المخدرات.
قبض عليه فين؟ في شبرا، ربنا يستر وما يكلمش. خطا خطا، ممكن يكشفك ولايا. ما تطولش في وش يا اخي، انا عارف رجاله بتشتغل معايا كويس. ايوه بس يا معلم. اقول لك ايه، هو اتمسك صحيح بس مفيش حاجه. يا معلم ابو ريا. لا يا معلم، هات هذا الشنطه، ال 10,000 جنيه دول تروح للاستاذ طاهر المحامي تقول له اقف جنب الواد لغايه لما اشوفه. ربنا يطول معاك. يلا سعد قوم. 5,000 جنيه دول توديهم لجماعه ابو هاشم وتقول لهم المعلم بيقول لكم اصرفوا لغايه لما اشوفكم. ربنا يكرمك. مالك يا ابو الدهب؟ شوف شغلك يا جمالات. طبعا انا عجباني شهامتك ورجولتك قوي. في ايه يا بيه؟ في انك مش عايز تعترف على الراجل بتاعك. اعترف على ايه يا بيه؟ راجل مين؟ ابو الدهب. اسمع يا ابو هاشم، انا عايز اقولك على حاجة. انت بتضحي بنفسك عشان واحد ما يستاهلش. يعني ايه يا بيه؟ يعني انا افهم انه لو كان جدع معاك وبيصرف على عيالك كنت تبقى جدع معاه، انما انا معلوماتي انه طرد مراتك ومرضيش يصرف عليها وضرب عيالك وكرشهم، وانت هو بقالك 5-6 ايام في حاجة. ويصرف على مراتي ليه يا بيه؟ هو ماله مال مراتي؟ لا انا اعرفه ولا هو يعرفني يا بيه. لا يا ابو الدهب. نعم تعرف طبعا المبلغ اللي هتشيل بيه السنه دي، النظام هيختلف. نظام الدفع يعني؟ لا دفع ايه، نظام التسليم والتسلم. ازاي يا باشا؟ الكميه الكبيره اللي انت هتشتغل فيها دي محتاجه خطه وقوه. موجودين باذن الله. الراجل بتاعنا ده بقى هيفهمك تعمل ايه بالظبط. الإشارة الأولانية 13 ثانية تبقى الإشارة الثانية. مش عايز غلطة. جاهزين؟ جاهزين. ربنا يستر. تمام ربنا يستر. طب غني كام ده عند أم ترتر؟ أم ترتر معايا هي وإيه؟ مش عايز غلطة. أي غلطة أبو الدهب هيقطع رقابينا. ماشي. البضاعة مدفوعة تمنها مقدم، مدفوع فيها هايف كتيرة، مبلغ مهول. أنا اللي محيرني قلبي. بس ايه شروطي؟ نتكلم. بنتي يا لواحد، خلي الباب مفتوح لحسن في راجل غريب ومختلى راجل وست الا والشيطان تلته وانا تبت. انا غريبة فكرية؟ ده انا بحبك. تحبني تتجوزني وانا هخلف لك بدل العيل ست. خلاص يا فكرية، احنا هنتجوز كده بقى نبقى حبايب وتقدر تقعد. الشربات يا لواحظ والمأذون. استنى ده ايه ده، بيتك ومطرحك دلوقتي. بس اقدر ادب صوابع العشرة في عين اللي يفتح بقه علي. ربنا يسامحني بقى على اللي فات. يا بنات. البضاعة وصلت؟ وصلت، وصل معاها بطل الأبطال سعد بعد ما قام بأكبر عملية. ألف مبروك يا أخويا. أمال هما فين؟ فرقتهم وديتهم أجازة 5 أيام، لكن سعد هينام ساعتين ويجي على طول. المهم نوزع البضاعة دي من غير مشاكل. ما تخافش، الطلبات اللي علينا أكتر من البضاعة اللي موجودة. البلية كل ما دارت بتلحق أكتر وأكتر. الله أكبر الله أكبر. بس تفتكر الثلاثة التجار الكبار اللي احنا خدنا حصتهم هيسكتوا على الوضع ده؟ هيعملوا ايه؟ في ايديهم يعملوا ايه؟ جم ورجليهم فوق رقبتهم وطلب جم وطلبوا بتاعتهم وقلت لهم هسلمهم على 5 أشهر. ايه رأيك بقى؟ بس برضه نحرص. ما تخافش يا ابو المعلمين. كويس انك جيت. خير؟ مبروك يا حبيبي، الف مبروك. انا حامل، هجيب لك العيل. يا صلاة النبي، السرعة دي مش معقول. هلا مش معقول ليه؟
مش كل النسوان زي بعض، احنا حاجة تانية. انا مش مصدق نفسي، اخيرا ربنا هيعوضني بحتة عين بدل اللي راح. هتديني ايه بقى؟ اديك عيني. تسلم عينك. انا عايزة عربية جديدة وحتة ارض في عبدين. عربية بس؟ بالعربيتين ارضين عبدينين. بس النبي تخلي بالك على ولادي. حاضر. ما هي الحاجات دي هتروح لمين؟ ما هي لابنك، يوه قصدي لعيالك، هخلف لك ستة. ربنا يسمع منك. مش معقول. الله، وقفت ليه؟ ما تقعد. انا فرحة مسيعاني، انا عاوز انزل في شارع مصر كلها ارقص. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. ايوه انا زينب. مين؟ مش مهم. على العموم انا عايز اضيف لمعلوماتك انه جوزك متجوز عليكي واحدة تانية اسمها فكرية. انت كدابة كدابة. وماله، كدابة كدابة. على العموم هو جايلك في السكة وبكرة هيكون عندها، هتلاقي عربيته قدام فيلتها، فيلا 5 شارع 6 بالمعادي. اقفلي بقى يا موقعتية، انا عارفة جوزي كويس. مساء الخير يا زينب. مساء الخير يا بنت. ايه مالك؟ مالي؟ ما انا قاعده ساكته اهو، شايفني بشلت ولا بضرب بالنار؟ ايه الكلام اللي زي العسل طالع من بقك ده؟ في ايه؟ انا اللي كلامي زي العسل؟ خلاص احنا راحت علينا، بقينا كراكيب كلتنا القطه. هل عبدهم الواحد ولا ايه؟ انا ناسي ان انا الجارية بتاعتك. عياني مش قادر قوي نتجوز بقى يا سعد. ده ان وان واستوى. مستني ايه؟ لما تديني النور. ما انا منوره من زمان. تفتكر المعلم هيوافق؟ هيوافق يا اخويا، ما يوافقش ليه؟ ده انت برضه سعد دراعه اليمين واللي ساعدته في اكبر العمليات. وانت برضه المعلمه جمالات على سن ورمح. هيوافق يا اخويا، مالكش حاجه، ده اخويا وانا عارفاه ويحب يشوفني سعيده. ولعلمك بقى انا عايزه الجوازه دي النهارده قبل بكره. وانا ده انا بعد الساعات والدقايق. خد يا حبيبي. ياخد عدوك. ايه دول؟ اصرف وبعزم. ما انا معايا كتير، وبعدين ورا بعضه كده اتعب. بتشقى يا حبيبي وتتعب، ولازم تسهر وسط الرجاله. يساعدك. يساعدك. يا حبيبي يا ابو الذهب. ربنا ما تحرمش منك ام ايهاب. خلاص سميته ايهاب. وعندي لك خبر حلو. انا مش مروح النهارده ولا بكره ولا بعده. قلت لزينب ان انا مسافر وحبيت الثلاث ايام دول هنا. ايوه حق ربنا تبات عندي 4 ايام وعندها 3. معلش ما انا مش برضه نفسك مخاطره. اتكي قوي اتكي قوي. حاضر. الله 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 الله. ابو الدهب. لا الحق. ايه؟ حوش. زينب انا اصلا فرسة لما بتنصاب بيضربوها بالنار، وانا بقيت فرسة لا ليا عوزة ولا قيمة. كفاية يا زينب.
عيش حياتك يا بودة، اتمتع. انا مش طالبة منك غير حق العيش والملح. خليني عايشة جنبك، ما تطلقنيش، عايزة اعيش بقية العمر كله جنبك. انت مش بس جوزي، انت ابني، بحس انك ابني. والابن بيغلط والام بتسامح، وانا مهما دعيت عليك بلساني قلبي بيقول سامحه يا رب، سامحه يا رب، سامحه. السلام عليكم يا معلم. انا سعد. اقعد. عفوا يا معلم. اقعد يا هلا. اشرب ايه؟ شارب. الحمد لله ان مزاجك رايق عشان عايز اتكلم معاك كلمتين. خير يا سعد؟ طبعا عارف ان انا راجلك دايما في خدمتك، والحمد لله لحد دلوقتي مفيش غلطه، دايما عند حسن ظنك. خير؟ الصراحه انا عايز اتاهل. تتجوز يعني؟ مبروك يا سعد. ايه عايز نجي معاك اخطبها لك؟ ماشي يا عم هاجي معاك واعمل لك فرح ما حصلش. تحب اجيب لك مين؟ عدويه؟ ربنا يخليك. مبروك يا سعد. الله يبارك فيك. مين المحروسه بقى؟ الست جمالات. مين بقى؟ الست جمالات. جمالات مين؟ اخت سعادة حضرتك. عايز تتجوز جمالات اختي؟ انت؟ ايوه. ربنا يخليك يا معلم. ليه؟ حبيتها. حبك برص. وما دور. ما انت ابنك اللي عاوز تتجوز اخت جمالات؟ انت؟ حظك حلو لما حد سمعك وانت بتقول الكلام ده، ولا كنت خلصت عليك نهائي. اسمع انا، اذا كنت عاوز تاكل عيش معايا اوعى تجيب سيرة الموضوع ده تاني على لسانك، وانسى الكلام الفارغ ده نهائي. انت فاهم ولا لا؟ وخليك فاكر انك انت صبي عندي. بقول لك مني بقى اقعد اتكلم معاك خلاص عاوز تتجوز اختي؟ لا يا روح امك، لسه ما هزلتش. يلا يلا ما تجيبش سيره الموضوع تاني على لسانك. يلا جواب من الكسب غير المشروع، عايزين يعرفوا ثروتك. ايه الكسب غير المشروع ده؟ والله ده الموضوع كنت عايزه اكلمك فيه من بدري. هما بقوا يحموا حواليا خلاص، اصل اعداء كتير وناس كتير بقت تلسن عليا. ما هو شاكين انك من تجار الصنف. صنف ايه؟ يعني بتجري في البن. ايه على ماما يا ابو الذهب هتخبي على مراتك حبيبتك؟ ما زي ما الحكومة عارفة والناس عارفة، أنا برضو عارفة في كلام عليك طبعا. بس محدش يقدر يمسك عليها حاجة وأنا موزة. يا حبيبي أنت لازم تاخد بالك من نفسك. أنا عندي فكرة، أنت تاخد احتياطاتك وأنا بقى الفكرة اللي عندي هتغلب بيها. بجد؟ الا بجد. انت تكتب لي كل ثروتك. يوه اتخضيت كده ليه يا راجل؟ انا مش مراتك وام ابنك، ويعني ايه يعني تبقى الفلوس باسمي ولا باسمك؟ دي كلها شكليات. طب ليه؟ ازاي بقى؟ افرض بقى حبسوك بقانون الطوارئ ولا فرضوا عليك الحراسه،
في الحالة دي هتخسر كل حاجة يا أبو الدهب، وابنك بقى يلف ويدور في الشوارع ويشحت، وأبوه من أغنى الأغنياء. وبعدين تعالى هنا، كل الناس الغناي والناس اللي فوق يكتبوا ثرواتهم باسم نسوانهم. إذا كان على الواد أول ما هيتولد هكتب بالفلوس كلها باسمه. هو افرض عملوا عملتهم قبل الواد ما يتولد. الله جريه فكرية، أنت بتبشر عليا ولا إيه؟ الله يا لهوي، ده أنا الموت عندي أرحم. أقصى عليك، بس خليك فاكر إن في المدعي الاشتراكي، وفي الكسب غير المشروع، وفي 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 ايام. ما نأمنش نفسنا ليه بس يا ابو الدهب؟ انا هأمن على الولد. يعني ايه؟ ما حاول باسمك نص فلوس. ما ينفعش. اسمع كلام انا بس، انا عايزه المصلحه، ولما يجي الواد ابقى اكتب له اللي انت عايزه. واحنا عندنا دلوقتي كام؟ يعني الحمد لله قطعت الفلوس وسنينها اللي انا بحبها ولا بحب سيرتها. انت قاعد مع المعلمه ليه؟ ده انت بقول لك حاجه، ايه القعده غريبه دي يا جمالات؟ ايه بتعمل معايا كده ليه يا ابو الدهب؟ انا مش قلت لك ما تتكلمش معاها؟ مش قلت لك ما تتكلمش معاها؟ ها؟ طب بس اقول لك اسمع، انا انت ضحكت عليها، انت هتضحك عليها انا كمان؟ اسمع روح امك، انت من اللحظات دي مالكش عايش هنا. طب اسمعني، انت فاهم ولا لا؟ اسمعني بره بره. ابو الدهب الواد طمعان فيكي، طمعان فيكي. ابو رايه واجه معلم، الواد ما تخشش هنا تاني، نبه على كل زبايننا ما يتعاملوش معاه، ما يتعاملوش معاه. هتصول ليه كلام تاني معاك بس مش قدام الناس. على مالك؟ على اقل من مالك. اخبار ابني ايه؟ اي بومب. والدكتور طمني خالص، كلها كام شهر والبيشر. ابو الدهب يا عيون ابو الدهب، انا عايزه. عايزه ايه؟ اموري وسع كده. انا عايزه اتطلق. ايه؟ انا بقول لك عايزه اتطلق. تطلقي ده ايه؟ انتظري يا بنت. ما بهزر، ده انا بتكلم جد. جد جد عايز تطلعي ولا بتضحكي؟ الله، انا عايزه يبقى لي ذمه ماليه مستقله وما تحطش تحت الحراسه، فهمها كده؟ وعشان كده مش لازم ابقى مراتك. حراسه ايه؟ قلت لي نتجوز اتجوزنا، اكتب لي كل فلوسك عشان المدعي الاشتراكي وكسب المشروع اللي بتقول عليه ده، وكتبنا. ما هو هيبقى طلاق كده وكده. انت صدقت برضه ان انا اقدر استغنى عنك؟ انا بعبد. امال ايه بس؟ خليك عاقل، انت بعد ما تطلقني هتبقى في ايدك ورقة الطلاق، وبعد يومين اتنين تردني من غير ما حد يعرف، واما يسألوك تقول دي طلقتي وتوريهم ورقة الطلاق، وكده تكون فوتت فلوسك من الحراسة، وانا كمان هبقى في نظر الحكومة طلقتك، وبكده هبقى فوتت ذمتي منك كمان. فكر فكر براحتك عشان تعرف ان حبيبتك فكريا هي ام الافكار. مش عارفه توافقين عليها ولا لا؟ انا موافقه على اي حاجه تقول عليها، المهم افضل جنبك على طول. انا خلاص
عايزه اتجوزك يا سعد، ما بقتش قادره استغنى عنك. جمالات، انت دلوقتي معاك فلوس؟ معايا فلوس كتير. ومعاك سر البضاعه؟ معايا. واحنا اللي بنعمل الشغل كله، انا اللي بطلع مع الرجاله، وانا اللي بستلم البضاعه، وانا اللي بعرض حياتي للخطوره. مظبوط؟ مظبوط يا حبيبي. وانت بتوزع البضاعه وبتعرضي نفسك للخطر. مظبوط؟ مظبوط يا حبيبي. يبقى هو ملوش لازمه، يبعد عننا بقى، نخلص منه. ايه، انت عايزني اقتله؟ اقتل اخويا؟ لا لا لا، اكل ايه؟ هو انا عمري عملت حاجه وحشه في حياتي؟ انا مش مبسوط بالحكايه دي. احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني. ها، غيرت رايك وعدلت عن الطلاق يا سيد ابو الدهب؟ غير ده ايه؟ هو لعب عيال ولا ايه؟ لا اصل احنا متفقين مع بعض يعني. يلا ارمي اليمين يا ابو الدهب. مش قادرة تطلع من بق. أول مرة أشوف واحدة بتدفع زوجها لتطليقها دفعا وهي تبتسم. اسكت، أنت مش فاهم حاجة. معلش يا حضرة المأذونة، أصل الست بتاعتي بتدور على الفايدة، أصلها الطلاق ده يعني هيبقى فيه مصلحة. وهي أصلها بتحبني أوي، مخها كبير وما بطلش تفكير في المصلحة. وبعدين يا أم ابني وحامل يعني، بس احنا لا حول ولا قوة الا بالله. انا بقالي 36 سنة مأذون، لم اسمع مثل هذا الكلام من قبل. ارمي اليمين يا ابو الدهب. يلا بقى. انت ايوه، ها، انت طالب. اتفضل يا سيد ابو الدهب، وقع هنا. تفضل. لاحظ انها وقد ابرأتك، لا يجوز ان تعود الى عصمتك دون رغبتها. ايوه ايوه، احنا متفقين مع بعض. الذهب. ما هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بقول لك ايه حبيبي، احنا ممكن نكون متراقبين، يعني احنا عايزين نعمل متطلقين بحقه حقيقي. اوعى تتصل بيا او حتى تهوب ناحيه الفيلا. ها، يعني ايه؟ مش فاهم. هما كام يوم كده بس وهنتقابل في السر. انا بعمل كده لمصلحتك. مالكش دعوه بيا، انت سامع ولا مش سامع؟ يلا جرايه فكريه على راي المثل، خدهم بالمعروف وسيبهم بالمعروف ولا تسرع. بقول لك ايه، انت مجرد حتى الطليق، مش عايز اشوف وشك تاني. هي يا سلام. انت عايز تخلي ولا ايه؟ ما تمدش ايدك عليا. لا طلعتها خلاص، مجهور في داهيه بقى. حسين فاهم اخوكي. ابوها؟ لا ابوها. خلاص ابوها ده ايه؟ خطيبها يا حمى. خلاص جوزين وهنتجوز. سمح، تحت لنا شنطة العربية. اتفضل. ايه ده؟ دي مخدرات يا سيد ابو الدهب. مخدرات؟ مخدرات في عربيتي؟ ليه لا؟ مش حضرتك برضو بتتاجر في المخدرات؟ حتى لو بتتاجر في المخدرات، هاخد غلطة زي دي هحط مخدرات في عربيتي؟ في تاجر مخدرات بيحط مخدرات في عربيته ولا كده؟ تبقى حضرتك متلبس. متلبس، دي مؤامرة. مين بقى اللي حط لي المخدرات دي؟ البنت اللي ضحكت عليا وخدت فلوسي، ولا الواد اللي ضحك على اختي سعد؟ هو سعد بيشتغل معاكم؟ يلا. ولا معانا؟ يلا. ولا الراجل الكبير؟ يلا. ده.
ليه ما جابهاش تعمل فرح بعد ما اخويا يخش؟ ما اخش السجن وتتجوز مين؟ الواد اللي كان معايا ما يحبش يشوف ولد فيه. انت زعلان على الفرح وما انت زعلان على اللي عملوه. عملوا ايه تاني؟ هما اللي دخلوا المعلم السجن، هما اللي دسوا له مخدرات. اسمعت الكلام ده قبل كده وداني مش مصدقها. لا يا اخويا ابقى صدقها وده اكبر دليل. شهد انت يالا جاك زقف لغديرك. السلام عليكم. مش المعلم الكبير ابو الدهب؟ يا اهلا وسهلا. محسوبك ابراهيم جمعه من تجار الصنفل على قد الحال. اهلا وسهلا. انا يا سيد الحميد ابراهيم تعمل لي فيها سنه مشفة في المسمار يعني؟ طب جابوا ظابط من منطقه بعيده وفر على نفسك كل اللي بتدور في دماغك. انا مش هتكلم في اي حاجه ولا حول اي حاجه. انا مش عايز اوقعك ولا حاجه، دي شغلانه ظابط اصغر مني بكتير. انا عايز اشرح لك كل حاجه. وانا مش عايز افهم اي حاجه. كده تبقى خدت مقلب كبير قوي. كلهم باعوك خانوك وطلعت من مولد بر حمص. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ لا مؤاخذه عشان ما اقررش اقول. جايين يدوروا على البن. بن ايه يا ابو الدهب؟ انا راجل بشتغل في الطماطم، ما انتش عارف يعني ايه الطماطم. احنا مش جايين نهزر. حضرتك معاك اذن نيابه؟ ايوه اتفضل. خلاص بقيت مرشد يا ابو الدهب. ماشي يا سبع البرومبه. فتوش القصر. استنى من فضلك. حضرتك استأذنت من رؤسائك؟ يعني ايه استأذن من رؤسائي؟ اتفضل حضرتك رد على التليفون ده علشانك. ملعوب. التليفون ده عشان سعادتك يا فندم. الو؟ اي يا فندم؟ لا لسه ما فتشناش يا فندم. موقف ايه يا فندم اللي حطنا فيه؟ لا ما اي يا فندم بس. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. اجمع كل الناس يا عمرو، هنمشي. لا! ده تغيير مفكر! هتنضف. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة
صباح الخير. ده فايدك ده اهو. المس له. جايالك إن كان على الفلوس في الحفظ والصوم، وإن كان على المدعي الاشتراكي خلاص. أبو الدهب أنا بحبك. هتطلع منها.